لقد تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5.1 على سلم ريشتر وعلى عمق حوالي 13 كيلومتر هذا الصباح على مستوى جماعة أيت محمد على الساعة 8:37، ولحسن الحظ لم تخلف هذه الهزة الأرضية أي خسائر مادية أو بشرية. هذه الهزة الأرضية استشعرها سكان الإقليم وسكان بعض الأقاليم المجاورة، مع العلم أن هذه الجماعة لم تكن ضمن الجماعات المتضررة من زلزال الحوز. وفور وقوع هذه الهزة الأرضية قامت السلطة الإقليمية بربط الاتصال بجميع السلطات المحلية التي أكدت أنها لم تخلف أي خسائر مادية أو بشرية باستثناء بعض الهلع التي خلفته هذه الهزة الأرضية في نفوس ساكنة. لا الحمد لله الناس كل شيء مطمئنين، كل شيء كان واحد الآلاف الساعات القليلة الأولى اللي مرا الهزة الأرضية ورجعت الأمور إلى طبيعتها، عاد الهدوء إلى المنطقة بصفة عامة.